المرة الماضية لما حاضرنا خلاني أحاضر ساعة وشوي، المرة هاي قطعني، فقلنا له هذا الزوم صاير مزاجي عم بيغيروا فيه، وي ار زي ما تقول ادابتنج از تشينج. كنا عم نتحدث على مثال على تايب اوف هيت اكسشينجر فيها تيوبس بس ما فيها شيل. سامعيني؟ سامعك دكتور. فذكرت اظن شيماء انه تدفئه البيوت اللي هو الريديترات تاعت البيوت اللي فيهم تدفئه مركزيه، بيجي المي من البويلر في مضخه وضخ جوا تيوبس. اوكي، شكلهم مش تيوبات يعني زي ما احنا بنشوف، بس فيها تيوبس وما في شل. شو هي الشل في الحاله هاي؟ الغرفه اللي هاي موجوده فيها اللي هو شو اسمه الريديتر موجود فيها. الآن أنا غششت الكلام، ذكرت كلمة مرتين على المثال اللي في بالي. رديتر؟ رديتر السيارة. رديتر تاع السيارة is a classical example على what we call air cooler. Okay. بكون في عنا تيوب واحد زي هيك. Okay. وملفوف في هالشكل. وعليه فنز. ما بنشوف التيوب لأنه الفنز هاي يعني عددها كبير. لدرجة أنه يظن الظان انه المي بتمشي من خلالها، لا، المي ماشي في التيوبات اللي من بيناتها ماشي. اوكي، وفي مروحه اللي هي بتضخ الهواء across the tubes to enhance the heat transfer عشان تبرد المي الحامي اللي ماشي في التيوبات. طبعا المروحه ما بتشتغل باستمرار، في عليها كنترول سيستم تشتغل لما المي تحمى فوق درجة حرارة معينة، الكنترولر تعطي إشارة لمروحة إنها تشتغل. ولما تكون الهواء حوالين السيارة والسيارة ماشي ومش بعنف، الهواء كافي إنه يبردها من غير مروحة. بس هاي it's an air cooler، معنى إنه الهواء يستخدم في التبريد، ولأنه الهواء اللي بيستخدم في التبريد الهواء ما في داعي أحطه جوا شيل، الأتموسفير كلها تعتبر الشيل بالنسبة لنا. طيب، فإذا بدنا نحدد النوع. هلا إحنا في مساقنا هذا، النوع دائما هيكون شيل أند تيوب. هلا in real life not always it is shell and tube، لأنه في عنا أنواع ثانية مثل الاير كولر، مثل ال شو بسموها البليت تايب هيت اكسشينجر، وهي بتيجي يعني كلاس نمبر 2 من حيث العدد أو الكمية المستخدمة في العالم. حوالي 16% من الـ heat transfer equipment is done by what we call plate type heat exchangers. طيب، فإحنا في مساقنا it is shell and tube، لكن حتى الشيل and tube إلها أنواع. في مثلا عندنا الـ fixed tube sheet، عندنا الـ U-type heat exchanger، يو تايب شيل اند تيوب اكسشينجر، عندنا الانترنال فلوتنج هيد شيل اند تيوب اكسشينجر، عندنا الاكسترنال فلوتنج هيد شيل اند تيوب اكسشينجر. كلهم هذول يعتبروا شيل اند تيوب بس انواع مختلفه. فالان جزء من شغلنا في المساق هذا نختارها شيل اند تيوب على الاغلب، واذا النوع مختلف نغير شويه. اوكي، يعني نفس الإجراءات بس في بعض المعادلات اللي حتعرض علينا تعرض لنا بعد شوي بصير لا تنطبق، بصير بدك تطبق ما عليها المعادلات تاعت البليتس أو البليت تايب هيت اكسشينجر and so forth. طيب، حددنا النوع، في قواعد لتحديد النوع نتحدث عنها فيما بعد، نتحدث عن البروسيجر بس. الخطوة اللي بعديها select a trial value for the overall heat transfer coefficient. شو معنى الحكي هذا؟ طيب ماشي، بديش أعيد الكتابة، فبدي أقول لكم شو هو the overall heat transfer coefficient. The design equation of heat exchangers بشكل عام، ليس فقط الشيل and tube، الheat exchangers بشكل عام the design equation هي هاي. لحظة شوي. فادي لا تستعملها،
لا تستعمل ممكن. طيب الآن هاي هي الديزاين إيكويجن للهيت إكسشينجرز. نركز على الشلنت تيوب. لاحظوا لما نحكي ديزاين شو معناها؟ مقاسات سايز، طول وعرض وارتفاع وديامتر وثيكنس الى ماتيريال اوف كونستراكشن الى اخره، يعني بس هي مقاسات. وين المقاسات في الديزاين ايكويشن هاي؟ الان كيو اللي هو سميناها الديوتي اللي هو الهيت ترانسفير ريت، دلتا تي ام اللي هو المين تمبرتشر ديفرنس نحكي عنه فيما بعد اللي هي رقم 5 بالخطوه رقم 5، بس انتم مر عليكم انه بدك تاخذ فيما سبق أخذتها على أساس إنها اللوج مين تمبرتشر ديفرنس، بس بغض النظر هي المين تمبرتشر ديفرنس. واللوج مين هي one method of estimating أو approximating المين تمبرتشر ديفرنس. ضل عندي two parameters. هاي الـ A هي الـ area surface area of the heat transfer equipment، والـ U هي what we call overall heat transfer coefficient. خلينا نركز على الـ area بس شوي صغيرة بعدين نرجع للـ overall heat transfer coefficient. الـ area لما يكون عندي شيل اند تيوب، هذا تيوب وهي تيوب ثاني وهي تيوب ثالث الى اخره، الهيت ترانسفير بصير وين؟ across the surface of the tubes، وليس across the cross sectional area، وانما على الاريا الخارجيه، يعني عفوا على السيرفيس اريا اوف ذا تيوبس. هاي السيرفيس اريا اوف ذا تيوبس اللي هي الاي، هاي لاحظوا هاي بدايه المساقات، بداية مش المساقات، بداية المقاسات. أوكي، بداية المقاسات. هلا برجع لها كمان شوي. الآن خلينا في هذا. بدي value لل overall heat transfer coefficient عشان أحسب الأريا. عشان أحسب الأريا. هاي design equation يفترض إني أعرف كل إشي فيها حتى أحسب الأريا. هاي طلعناها الـ overall heat transfer الـ duty في الخطوة رقم واحد، الـ mean temperature difference الخطوة رقم خمسة بنرجع لها كمان شوي. إذا بدي أنا value للـ overall heat transfer coefficient، لأن هاي الـ value في خطوات الـ design في الخطوة رقم أربعة هون I will select a trial value، يعني I will يعني assume a value for the overall heat transfer coefficient. من وين بعمل الاسامبشن بنحكي عنه فيما بعد، بس بده يكون educated assumption. هل هذا ال assumed value يعني هي حتكون ال design value؟ الجواب لا، لانه فيما بعد هذا ال assumption بدي اعمل شويه حسابات بناء على ال design تاعي واتاكد انه ال assumption تاعي is consistent with my design. بس ابتداء بدي trial value. طيب فجبت value من وين؟ بنحكي عنها فيما بعد، بس جبت فاليو للاوفرول هي ترانسفير كوفيشنت. الان الخطوه رقم خمسه كالكوليت ذا مين تمبرشر ديفرنس. المين تمبرشر ديفرنس تذكروا انا عندي اربعه تمبرشرز، هاي الهيت اكسشينجر، هاي الهيت اكسشينجر ذكرنا انه في عندي اربعه تمبرشرز. اوكي، عندي بغض النظر مين حطه، مين كولد، هاي تي 1 وهاي تي 2 وهاي سمول تي 1 وهاي سمول تي 2، ماشي. عندي أربعة temperatures بدي أطلع what we call a mean temperature difference للإكسشينجر اللي إلها 2 ins و 2 outs. طلع أنتوا في مادة الهيت ترانسفير قربتوها بأنه اعتبرتوا المين temperature difference هي تساوي اللوج mean temperature difference which is يعني a good approximation، بس من بالمساق هذا بنحاول نعمل له تصحيحات. طيب عندي دلتا تي مين، الان صار في يعني المعلومات اللي بتلزم لحساب الاريا صارت متوفره، الكيو بنعرفها، اليو بنعرفها من خطوه رقم 4، دلتا تي مين نعرفها من خطوه رقم 5. اذا الان I can calculate the required area. هلا رقم 7 decide the exchanger layout. اللاي اوت شو يعني؟ الاكسشينجر لاي اوت يعني المقاسات الدايمنشنز. كيف يعني دايمنشنز؟ هاي اكسشينجر. اوكي، هاي اكسشينجر. طيب وش الاند تيوب؟ اوكي، اللاي اوت هذا اللي امامي عباره عن رسم،
ما فيه مقاسات. لما بحكي مقاسات بالشكل التالي، عندي هون هذا تيوب، هذا تيوب بدايته هون كانت ونهايته هون. هذا التيوب قديش طوله؟ اللينث بير تيوب. قديش الديامتر تاعه؟ وعندي تو ديامترز، عندي اوتسايد وعندي انسايد، والتنين بيهموني، بس اللي بيهمني اكثر مين، الاوتسايد ولا الانسايد؟ التنين بيهموني بس واحد بيهمني اكثر. الاوتسايد. لا لا الانسايد، لانه الفلويد ماشي جوا مش ماشي برا، الفلويد اللي في التيوبات. طيب على كل حال، بس بدي ديامتر الحديث عن التيوبس. اوكي، بدي اللينث بير تيوب، بدي الديامتر بير تيوب، بدي الان والاوت، يعني بدي الوول ثيكنس بمعنى اخر. اوكي اوكي بس احنا اذا عندي الاوتسايد والانسايد ديامتر، الثيكنس يعني انتهى، يعني بصير معروف. شو كمان بدي بالنسبه للتيوب او تيوبس؟ عددهم دكتور. بدي عدد التيوبات، النمبر اوف تيوبس، على جزء من المقاسات. ضل شيء في التيوبات مقاسات اخرى؟ طول ودايامتر وعدد. طبعا عندي ماتيريال اوف كونستراكشن، بس الماتيريال اوف كونستراكشن از نوت ا سايز، ات از نوت سايز. اوكي بس طيب شو في كمان مقاسات اخرى للاكستشينجر وليس فقط للتيوبات؟ عندي الشل، بدي الديامتر تاع الشل، بدي كمان اعرف هل انا حيكون عندي 1 pass or 2 passes or whatever number of passes في الـ في الـ في الاكسشينجر. كيف يعني passes؟ حسب الرسم اللي عندنا، هذا الفلويد اللي فايت على التيوبات جاي من هون، في هون قاطع، القاطع بيمنع الفلويد انه يكمل لتحت ويفوت في التيوبات اللي هون، بيمنعه. وبالتالي اوكي وبالتالي الان حسب الرسم اللي عندنا، هذا القاطع بخلي الفلويد اللي يفوت على اللي فايت من هذا النوزل، اوكي، يفوت على التيوبات اللي في النصف العلوي من الاكستشينجر اللي امامنا. القاطع بيمنع انه يكمل لتحت. هلا بيمشي الفلويد في التيوبس، في التيوبس بيطلع من الجهه الثانيه، الان بده يتحرك، الان ما بيقدر يرجع في نفس التيوبز اللي فيها فلويد ماشي بهذا الاتجاه، فبده يروح وين؟ على التيوبات اللي ما فيها فلو. مين اللي ما فيه فلو؟ التيوبات السفليه اللي هي تحت القاطع هذا. اوكي بصير فيها فلو بس بالاتجاه العكسي، فبالتالي بيطلع الفلويد من هون بفوت في التيوبات اللي تحت، بيمشي بيطلع وبيطلع من النوزل اللي من هذا من هذا المكان. هاي الاكسشينجر اللي امامنا اللي فيها قاطع واحد من جهه واحده، بنسميها وان شيل، واحد شيل، تو تيوب باسز، تو تيوب باسز، شيل اند تيوب هيت اكسشينجر. واحد بقول يعني واحد شيل تو تيوب، في اكثر من اثنين، ممكن يجيني ثلاثه، ممكن يجيني أربعة، ممكن يجيني خمسة، في حديد 12 فيه. طب بيجي واحد الشيل، في ممكن يجيني تو شيلز، في تو شيلز. اوكي زي ايش تو شيلز؟ مشيت مسافة كبير يعني عشان نشوف تو شيلز. هاي تو شيلز، هاي تو شيل، تو شيل فور تيوب باسز. هي مكتوبه تحتها، وين راح الماوس؟ هاي تو شيل فور تيوب باسز، شيل اند تيوب هيت اكسشينجر، وممكن تيجي ثلاثه شيلز. اوكي فبالتالي الفاريابيلتي عاليه جدا في الشيل اند تيوب هيت اكسشينجرز. دكتور كيف حددت الرقم؟ تاع التيوبات ولا تاع الشل؟
تبع الجل. هاي شل حسب الرسم، هاي عبارة عن شل وهاي شل ثاني، والفلويد اللي فايت على الشل اللي ماشي across the tubes، across the tubes الآن طلع من هون، الآن طلع من الشل الأولى، هيك بكون طلع من الشل الأولى راح فات على الشل الثانية، فات وبلش يمشي بين الشغلات هاي القواطع اللي بنسميها بافلز، اوكي بيمشي بيناتهم إعادة يعني التوجيه، لما يطلع من الشل الثاني صار الشل أوت، وهذول ببينوا عندي يعني بكون شايفهم واحدة فوق وواحدة تحت، مستخدم الفورس اوف جرافيتي عشان الفلويد ينزل من الشل العلوي للشل السفلي. مرات بكون حاطط صور دسبنسر وين حاططها. لو اني فت على النت احسن لي. هلا بفرجيكم صوره لها كيف بتكون شكلها من برا، فبتعرف انه هاي عباره عن دبل او تو شيل هيت اكسشينجر. طيب هون انت شو ديسكارد، خلينا نفتح لنا ويندو جديده. اوكي يلا يا بطيخ انت، بطيء الجهاز تاعي صاير. طيب ما بنقول هاي تو شيل فور تيوب، لحظة طلع الدغري تو فور شيل اند تيوب. وخلينا نقول لهم images ما بدناش سكتشات. طيب بدناش سكتشات بس لاحظوا السكتشات يعني زي هاي مثلا هون، هاي لا مش هاي عفوا هاي اوكي، هاي اللي هون واضح انها توشل اوكي. الشيلز بكون واضح انه في عندي شيل يعني تو شيلز اوكي، مش شيل واحده. طيب نشيل ايوه هلا هون مثلا هدول نشوف اذا في شيء اوضح. في صوره دائما بتطلع لي هالمره ولا راضي تطلع، بينات فوق بعض الركلات هذول مثلا، هاي كمان واحدة اوكي you got the idea. هلا بكبرهم، هاي كمان واحدة اوكي بكفي، هلا طلع لهم مكبرات. اوكي لاحظوا هون هاي في التصنيع لسه مش شابكينهم مع بعض، بس واضح انه القاعده اللي بدها تكون مركبتهم فوق بعض، هذا النوزل وهذا النوزل الان بصيروا فيما بعد واحد منهم بده يغذي الثاني، واحد بده يغذي الثاني. هون هاي واضحه انه مركبات تو شيلز على بعض، عم بدور على شيء يكون ثلاثي يعني بس حتى الصوره توضح. هاي واضح هاي الان هذول شابكينهم مع بعض، هاي الشل يعني طبعا مين الشل الاولى مين الشل الثاني. الشل الاولى عاده بتكون فوق وبنستخدم فورس اوف جرافيتي تو جايد ذا فلويد للجهه الثانيه، لان حسب اللي انا شايفه يبدو انه الشل سايد فيها غاز وفي ليكويد في الجهه الثانيه. كيف بعرف انه غاز؟ لما بتشوف الديامتر تاع التيوبس كبير توصيلي هاي اوكي، هذا في التصنيع في شراكب
ما كبرت، فكرناها حيكبروا لنا اياها، ما كبرت. يعني اظن الصوره واضحه هاي. هون هاي ما كبرت. اوكي يو جت ذا ايديا، اظن الصوره وضحت. بطيء عندي السيستم. وضح جاوبت السؤال. مين اللي كان عم بيسأل؟ مين اللي سأل؟ أنا دكتور. مين اللي سأل؟ وضح كيف تو شيلز يعني؟ دكتور. من مش سكتشات وإنما الصور الحقيقية اللي جبت لكم إياها من الصناعة. طيب منكمل. أنا كمان ده 5 minutes or so. كنا عم نتحدث على التيوب لاي اوت، مزبوط. تحدث على التيوب لاي اوت، مش التيوب لاي اوت، الاكستشينجر لاي اوت. وقلنا اللاي اوت يعني الدايمنشنز. ذكرنا في الدايمنشنز عندي التيوبات اللينث الدايامتر الانسايد والاوتسايد دايامترز، وشو قلنا كمان لينث الدايامتر وول ثيكنس ماتيريال كونستراكشن وعدد الشل. ذكرنا بدي الدايامتر تاع الشل وبدي الوول ثيكنس تاعها. جوا الشل بين يعني الشل والتيوبات في شيء بنسميناه البافلز، اللي هي هاي القواطع هذول. اوكي هذول وجودهم عشان الفلويد يمشي حوالين التيوبات بشكل احسن، وبالتالي البافل شغلتها تو امبروف الهيت ترانسفير، يعني to improve the heat transfer. يعني إذا ما منحطهم بصير الهيت ترانسفير مش كويس كتير. فto enhance الهيت ترانسفير بنحط البافلز، فبصير جزء من الديزاين. جزء من الديزاين كم بافل بدنا نحط، اللي هو مرتبط بقديش المسافة بين البافل والبافل، نسميها البافل spacing. البافل قديش ارتفاعها، قديش يعني من الديامتر تاع الشل قديش هي ماكلي. نوع البافل، لأن البافلز كمان أنواع. ذكرنا عدد الباسز في التيوبات. هذا كله له علاقة فيما يسمى باللاي اوت. فقلنا رقم 6 الكالكوليتر اريا، رقم 7 في الخطوات ديسايد اكستشينجر لاي اوت. هلا صار في عندي لاي اوت، لأن صار بإمكاني أعمل شغلي إن أتوصل لبدل ما أنا عامل جس للأوفر اللي هي ترانسفير كوفيشن أحسبه. من وين بحسبه؟ بحسبه من اللاي أوت اللي عملته. أنا الآن صار في عندي ديزاين الإكسشينجر لاي أوت، يعني دايمنشن، صار في عندي ديزاين. فبالتالي إحنا عندنا موديلز رياضية بإمكاني من الديزاين أحسب اليو حسابا. هلا شو أنا لوين بدي أمشي؟ بعد ما احسب اليو حسابا بقارنها بالجست فاليو اللي انا افترضتها ابتداء. فاذا الجيسنج تساوى ضمن ايرور معينه مقبوله 10% او 25% تو ليميتس اللي عندنا، مع الكالكوليتد والاستيميتد فاليوز كانوا within 10% to 25% of each other، ساعتها بصير الدايمنشنز اللي انا اخترتها صح او مقبوله. طيب كيف بعمل كالكوليشن للأوفرول هي ترانسفير كوفيشنت؟ بلزمني عدة شغلات. شو بلزمني؟ نرجع على مادة الهيت ترانسفير. في مادة الهيت ترانسفير مرت عليكم المعادلة التالية، اللي هو حساب الأوفرول هي ترانسفير كوفيشنت. معادلة هي من ناحية عملية فيها خمس أجزاء أو خمسة كومبوننت. هاي الأوفرول هي ترانسفير كوفيشنت، اليو مش معناها أوفرول، اليو معناها based on the outside area. Overall based on the outside area of the tubes. إذا بتتذكر قلنا Q تساوي U في A في دلتا T مين. هلا هاي الاريا لمين؟ الاريا تاعت الاكستشينجر. من وين بجيب الاريا تاعت الاكستشينجر؟ الاريا تاعت الاكستشينجر عبارة عن الاريا للتيوب الواحد، التيوب الواحد في عددهم. طيب الاريا للتيوب الواحد شو تساوي؟ قلنا سيرفيس اريا. السيرفيس اريا تاعت التيوب شو تساوي؟
باي دي في ال، باي دي ال. طيب الدي هل هي الانسايد ولا الاوتسايد؟ اوكي، انسايد ولا اوتسايد؟ فبنناقشها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. فمنبلش من الخطوة رقم 8 محل ما وقفنا. يعطيك العافية، السلام عليكم. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك.